الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع في عموم مناطق المملكة، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات المساء والليل. يوم غد بإذن الله تبدأ المملكة تتأثر برياح غربية رطبة باردة نسبيا تعمل على تجدد فرص هطول زخات الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية. نذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال هذه الليلة يسود طقس رطب بشكل عام، فرصة لتشكل الضباب الخفيف، 6 درجات مئوية الملموسة، 4 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا تبدأ المملكة تتأثر برياح غربية رطبة باردة نسبيا تعمل على فرصة هطول زخات الأمطار في عموم المنطقة الشمالية، المفرق 15-6، إربد 15-7، نفس الأجواء في جرش وعجلون 13-6 مع فرصة زخات من الأمطار في عموم المناطق. المنطقة الوسطى البلقاء فرصة زخات من الأمطار 13-7، الزرقاء 16-7، عمان 13-6، مأدبة 14-6، والبحر الميت 22-16 مع طقس غائم جزئي. المنطقة الجنوبية الكرك 13-6، نفس الأجواء في الطفيلة، الشوبك 10-3، معان 14-2، والعقبة 14-15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 18-7، الصفاوي 17-6، والويش 19-6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. ليلة سعيدة نتمنى للجميع، وإلى اللقاء. We'll be right back.